هل يجوز أن أطهر ابني الصغير عند طبيب مسيحي طبيب نصراني؟ لا تظلم المسيح وأنت تقول طبيب مسيحي على الذي يقول إن المسيح هو الله. المسيح ما قال لهم إلا عبدوا الله ربي وربكم عند طبيب نصراني. فإصطلاح مسيحي غلط، الإصطلاح الصحيح نصراني من الذين قالوا إن نصارى. فيجوز ختان الطفل عند طبيب النصراني إذا كان أمينا، إذا كان أمينا.